أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. العمل بالآيات. اقرأ قصة طالوت من أحد كتب التفسير ثم استخرج منها ثلاث فوائد. أكثر من الدعاء بالثبات، ثم درب نفسك اليوم بترك محبوب مباح كأن تصوم يوما نافلة حتى لا تنهزم عند الابتلاء. ادع بهذا الدعاء لنفسك وانصح به أهل الابتلاء. التوجيهات. الذي يفرغ الصبر ويثبت الأقدام وينصر على أهل الكفر هو الله سبحانه. الدعاء عند الشدائد وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصر. طول التفكير في الآخرة يورث الثبات واليقين بالله وبنصره.